طلبت تحكي بالتليفون، تفضلي يلا. الو داليا، ارجوكي 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 ما تقفليش السكه، انا اختك برضو. انتي بتصدقيه عليا يعني؟ جوزك طول عمره كذاب وبيكرهني، مش عايزني ادخل بيتكم. انا ما سرقتش حاجه، اقسم لك بالله ما سرقت حاجه، ارجوكي صدقيني يا داليا. يعني دي اخرتها؟ دي اخرتها اختك اللي ربتك وكبرتك وعلمتك تعملي معايا كده؟ أرجوكي سامحيني، أرجوكي أرجوكي ساعديني، ساعديني يا داليا ساعديني. لأ، غريبة الناس، غريبة الدنيا دي، أعز الناس بيتغير عليا، مفيش إحساس، مفيش ولا ذكرى ليا، خلصنا خلاص، انا ماشي وجبه فيا. لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشناه في كده، معقول يا ساتر مفيش كده في الحياه. لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشناه في كده، معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة. غريبة الناس، غريبة الدنيا دي، أعز الناس بيتغير عليا. أرجوكي أرجوكي سامحيني يا ده، أرجوكي 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 سيبيني يا كم. يلا بالنسبة لدينا اليوم، أنا اللي بدي أوضحه هو إنه البحية اللي بصوتها مش خافة، والعاليين مزروكين كتير ومبحوحين ومانن مرتاحين يعني، وشوي النطيت على العالي ما عم بيكونوا ثابتين من ورا البحة، لأنه ما عندها بقى السهولة والليونة إنه تقدر تسيبهم، وكانت بمطرح كتير مستعجلة. هيدا رح نشوف شو القصة تنقدر نساعدها ترجع تريح صوتها ويبطل مبحوح. بس دينا أكيد لازم هي تعمل كمان جهد بالنسبة لكل الريتم اللي عم تكون فيه، لأنه مش عم تنام منيح وما عم تريح صوتها. سو بتأمل إنه هالجمعة يرجع يرتاح صوتها ونرجع نشوف صوت دينا يلي شفناه بالأول بالبرايم نهار الجمعة. عادة دينا بتغني كتير حلو، اليوم لأنه ما عم تقدر تجيب صوتها لقدام، خاصة بصوت الصدر رجع لورا، مشان هيك بينجرح الصوت، بصير بدق بالزعيم شوي. عادة عم تتقدم كتير بصفوف كتير منيحة، هلأ بلشت الرن، الإحساس كان كتير حلو عندها، والرنة صوتها بالصف كانت أحلى بكتير، بس اليوم أنا لقيتها شوي تعبانة. الموضوع حلو، جوز اختها تاهمها بالسرقة وهي عايشة بده يكون معها بالبيت، موضوع حلو. كنت بحب انه يكون احساسها اكتر بعد، حلو، بس انه تعجب اكتر انه اختها، يعني واحد اخته تاهمته، يعني لازم يكون اكتر يعني متأثر، اكتر مجروح، اكتر من مرة قلت لها سامحيني، مع انه مش لازم تقول لها سامحيني زي مش عاملة شيء، يا ساعديني يا صدقيني يا شيء من هالنوع. حسيت انه عندها خيبة الامل بالاحساس، بس ما عندها الثورة على انه اختي انا عم تتهمني بالسرقة، انا مربيتها، انا كذا انا كذا. وقتها غنيت كمان حسيت انه في تعب، انا ما بفهم كتير بالاصوات، بس حسيت انه هذا مش صوت دينا اللي كان يرن اكتر، يمكن عندها مشكلة، يمكن هلا مريضة او شيء ما بعرف، بس وهيك حسيت بالبرايم بصراحة. كمان حسيت الصوت منه واضح مثل ما كانت دينا بالاول، مثل اول ما بلشت باول برايمات وهيك، ما بعرف يمكن هيدي مشكله بتحلوها انتم وياها. بالنسبه لدينا يعني بصراحه يمكن افضل شيء كان دخولها لما يلي هو ساعدتها في شانتال، انه مش طلبت تحكي على التليفون تفضلي، وهيدا الشيء يعني عطاها زخم كان مفروض، خاصه انه موضوعها بيحمل
بيحمل انه يكون احساس اقوى، تمثيل اقوى، كل شيء كان ممكن يكون احلى. نفس الشيء في تناقض، عم بتقلها سامحينا مع انه هي عم بتقول انها بريئه، وحسيت هيك احساسها فيك، تمثيلها مش مقنع. اخذت هالتليفون تتفرج عليه وتغني، ويعني كنت بفضل تضل بالاحساس الصح، ما تجرب تقنعني انه هي زعلانه. في شيء ما قنعني، في شيء حسيته مبالغ فيه، او في شيء عم تجبر حالها تحسه وهي مش حسته، مع انه الموضوع كتير حلو وكتير متماسك. يعني مثل ما هي نقت دينا، أهين أنه الواحد يشتغله من يلي نقيه عليه، أنه واحد يغني على التليفون لأخته يمكن أهين. ولكن كمان في شغلة إيجابية، يعني هي أنه الأغنية نقتها ملائمة للموضوع، تنشوف هلأ الباقيين، تنشوف إذا رح يكونوا أحسن. ولكن لا بأس، ولكن دينا كان ممكن تعمل أكثر وأحسن. دينا كانت بالنسبة لي مش كتير مقنعة باللي عملته غنائيا ومشهديا. غنائيا قصة التعب بالصوت بلشت هيك تعرقلها شوي أداء لدينا. يعني قبل كانت تمرق مش كتير ننتبه، مثل ما قلت بأول برايمات كان دينا ننطر ونحب كيف تعمل. أكيد صوتها كتير حلو، عندها خامة صوتية كتير حلوة، بس اليوم حسيت ظاهر كتير التعب بالصوت وظاهر كتير النزال. يعني عم تغني كتير من النخيرة، يمكن تتخفف التعب عن تتخفف شد عن أوتار صوتية عم تتفشن أكتر على المنطقة يلي هون، مش هيك برن الصوت بهالطريقة. إحساسها حلو وعندها أفكار غنائية حلوة، ولكن مش عم تقدر تترجمها بسهولة بسبب التعب وبسبب يمكن الخطأ باستعمال صوتها والتقنية اللي عم تستعمل فيها صوتها.